جريمة غامضة كبقية الجرائم التي حدثت في كربلاء. وبعد ساعة واحدة من وقوع الجريمة، شكلت مديرية إجرام المحافظة فريقا مكونا من ضباط ومراتب مختلفة، وبعد التحري من خلال كاميرات المراقبة، مفارز مكافحة الإجرام ألقت القبض على الجنات بوقت قياسي. لكن الصدمة من كل هذا أن الجنات هم على معرفة شخصية بصاحب السيارة المالية، وهو المجني عليه مع عامل خدمة من الجنسية البنغالية. تم ملاحظة الكاميرات في داخل الشركة، ومن خلال ملاحظة هذه الكاميرات تم التعرف على الجنات وعلى الفرد. تم الانتقال باتجاه محل الجنات وإلقاء القبض عليهم. تم ضبط كافة الآلات اللي مستخدمة بالجريمة والملابس، وتم ضبط ما يتعلق بهذه الجريمة بشكل فصولي وحسب قرارات قاضي التحقيق. الجنات اعترفوا علنا انهم نفذوا جريمتهم بعد التخطيط لها لمدة شهر كامل لاسباب مالية واجتماعية، مؤكدين لم يكن بحسبانهم انهم سيكونون في قبضة العدالة. كان هدف الطمع حصل على فلوس اللي موجودة. قال لي اضربه 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 اضربه، ضربت على راسه. راني هو لزم الشماغ خنقه خنقه بالمكان اللي يم المولده. انا نزلت راسا، كان ما اقدر ابقى. نزلت جوا لقيت ابو مصطفى رجل قاع واقف بالممر. هو مهند اجى كمل شغله فوق ويل بنجلاديش، اجى من هنا ندار على ابو مصطفى. ابو مصطفى كان يدنق الرجل على الثلاجه، دي ما ادري دا ياخذ من الثلاجه. انا ضربته خشبه راسا. الرجال التفت علي قال لي سرمد ليش هيك سويت؟ ما وقع. اجا مهند كمل علي، جرى للغرفة اللي جوا كمل علي. انا بعد صعدت لي فوق ادور المفاتيح مال الخزنة الخاصة. ساعة واحدة كفيلة بكشف المجرمين وإلقاء القبض عليهم، لكن ما يريده المجتمع الكربلائي اليوم هو كشف بقية الجرائم التي وقعت مؤخرا، سواء كانت جهوية أم جنائية. جرائم عدة حدثت في المحافظة، إلا أن كاميرات المراقبة المنتشرة في أزقة وشوارع المدينة لها الفضل الكبير بكشف مثل هذه الجرائم الجنائية. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.